مساء الخير. مساء الخير. حضرتك والدة زينب مش كده؟ ايوه. يا ترى هي موجودة؟ وحضرتك تبقى مين؟ انا مدحت صاحب حسين وجاي لها في موضوع مهم. اتفضل. اهلا وسهلا. ميرسي. مساء الخير. مساء الفل. مدحت سليمان. محسوبك نافع نافع المهلب. مهلب؟ ايوه كشاف. اتفضل. كشاف؟ ايوه بكشف على اللي داخل واللي خارج، ومسيري ان شاء الله اكشف عليه. اتفضل. متشكر. العفو. ايه ده القهوه طعمها غريب كده ليه؟ اشرب بس وانت هتدعي لي. احنا ما اتقابلناش قبل كده. ما افتكرش، لاني لسه راجع من اوروبا. انا في الحقيقه صاحب حسين من ايام الطفوله. وما لقيتش غير ده وتصاحبه؟ ده بني ادم دماغه ناشفه زي الحجر ومش عايز يتلحلح ابدا، وحاطط لي مناخيره في السماء مش عارف على ايه. ده راجل معقد عنده حقد طبقي. حقد طبقي؟ تصور انه غيران مني لاني بكسب قده 10 مرات. ودقيقه على كده، ان اللي بيجي اسكندريه عمره ما فكر يزورني ولا يجي ياخد معايا نفسين. اتاري القهوه طعمها متغير. اهلا وسهلا. زينب جاي حالا يا مدحت. انت لسه هنا يا نافع؟ ما تشيلش تقوم. قاعدين يكفيكوا شر جايين. انت لسه قلب غضبان عليا يا حماتي؟ ده انا جايلك من اسكندريه مخصوص. كسبنا صلاه النبي. كنت خليك هناك احسن لغايه ما تسلك لي الصالون اللي ابراهيم ابني بعته لي من المانيا. ما هو ابنك ده غريب اخر قوي. في حد يبعت له هديه صالون حلاقه؟ انت اصلك طول عمرك برطه ما تفهمش حاجه ابدا. هو في اغنى من الحلاقين النهارده. حلاقي مين غيرك؟ ادي انت اللي فالح فيه. تعرف يا مدحت بيه، انا ناويه افتح صالون البلد كلها تتكلم عنه. ناوية تحلاقي دقن مين إن شاء الله بقى؟ دقن الدقن؟ أهلا يا مدام. طب عن إذنكم بقى، الأحسن عندي تسليكة مستعجلة. ما تقلقيش يا حماتي، كله نايم في الدرة. أشوفك أمس. باي. متشكرة يا مدحت انك جيت. على ايه يا زينة؟ ده اقل وجه. ولو اني زعلان منك لانك سبتي البيت. يا اخويا بلا بيت بلا غيط. هو صاحبك ده بني ادم؟ ما تشوف المنايل على عينه اللي لسه خارج دلوقتي معايش اختها ازاي؟ ارجوك يا ماما بلاش كلام في الموضوع ده. انا خلاص اعصابي تعبت. على كل حال الموضوع ده محتاج نتناقش فيه بهدوء. ايه رايك لو قعدنا في اي مكان بره البيت؟ معاك حق يا ابني، عين العقل. ايوه ماما بس ما بسش ولا حاجه. يا اختي قومي. على الأقل تغيري جو التربة اللي معيشك فيها سيب سلامته. أهلا وسهلا. تاخدي إيه يا زينب؟ آخد عصير برتقال. عصير برتقال وواحد راي مارتيني. حاضر. ميرسي. يا ترى عجبك المكان؟ حلو قوي. تعرف يا مدحت، انا من يوم ما اتجوزت ما دخلتش مكان زي ده. مش معقول. اصل صاحبك ما بيخرجنيش من البيت غير كل شهرين 3 مرة، ويوم ما بنخرج يوديني الهرم، جنينة الحيوانات. عارف اخر مرة وداني فين؟ المتحف الزراعي. اصل حسين طول عمره متحف لوحده حقيقي. بعد ما اتجوزته حسيت اني غلطت. يا ما حاولت اغيره لكن مفيش فايده. حسين ما كانش ليا يا مدحت. من ناحيه ايه؟ من كله. ما كانش ده النوع اللي يناسبني. طيب ممكن اقدر اعرف مواصفات البني ادم اللي يناسبك؟ يعني عكس حسين خالص.
مش تقوم تنام بقى؟ لسه شوية. هاتي كاميرا شوفي لي حبات اسبرين واعملي لي كوباية شاي. لا يا حسين، كفاية لحد كده وقوم نام، انت عندك شغل بدري. مش هيجي لي نوم. معلش قوم عشان خاطري، اقرا آية الكرسي وانت تنام على طول. انت لسه فاكره حكايه آية الكرسي؟ طبعا يا حسين، ودي ايام تتنسي؟ كنت انت فيها ابويا واخويا وامي وكل حاجه ليا في الدنيا. كنت بتخافي من الضلمه، كنت اقول لك اقرا آية الكرسي قبل ما تنام، وهالايام دارت وقلت لي نفس الكلمه. ولا الحواديت اللي كنت لازم تحكيها لي كل ليله. ياه الايام دي راحت فين يا حسين؟ انت فاكر يوم ما نزلت في نص الليل عشان تجيب لي ترمس؟ معرفش ايه اللي جيب بالك ليلتها تاكلي ترمس. ده انا لسه يا دوب كنت بقول نفسي في الترمس لقيتك نزلت جري. تعرف ليلتها زعلت من نفسي قوي. كانت كل حاجه بسيطه وسهله، وكان الواحد بيحس بالامان في شقتنا الصغيره القديمه. يا ريت ايامها ترجع. مش عارفه ميرفت، ساعات بحس اني مش قادر استمر، نفسي اعمل حاجه ومش عارف ايه هي. ايه الساعه كام دلوقتي؟ ياه دي الساعه بقت 1:30. يبقى مدحت مش هيقدر يعمل حاجه. ميرسي قوي يا مدحت، كانت سهرة حلوة قوي. ادي العيشة ولا بلاش؟ انا تحت امرك في اي وقت. تصبح على خير. تحبي اوصلك لغاية فوق؟ لا ميرسي، باي باي. مع السلامة. ممكن انام قبل ما اطمن عليكي واقول لك تصبحي على خير. انا ما اتعودتش على الرقه دي كلها. ميرسي قوي. عملت ايه؟ مش عارف اقول لك ايه يا حسين. انا حاولت معاها كتير لكن مفيش فايده. ليه؟ عندها حق يا حسين، صدقني هي برضه واحده ست وبتبص للستات اللي زيها. لكن انا عمري ما قصرت في حقها، كل طلباتها بنفذها لها. هما الستات كده، لازم ترضيهم باي طريقه. يعني اسرع عشان ارضيها يا مدحت؟ محدش قال لك اسرع، اعمل زي كل الناس ما بتعمل. وانا من ناحيتي هحاول معاها مره تانية وثالثه عشان خاطرك. اياك يكون ذوقي عجبك. الله حلو قوي، ايه ده كله؟ دي حاجه بسيطه. وانت يا ماما ايه رايك بقى في ما شاء الله دي؟ الله حلوه قوي دي، دي عشاني انا؟ طبعا. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا حبيبي. تسلم العينين اللي نقت والايدين اللي اشترت. جميل الفستان ده قوي، هيبقى جنان عليك يا زين. عشان كده لازم اشوفه عليك الليله. ترقصي؟ ما بعرفش ارقص. اعلمك، ده سهل قوي. ما بعرفش ارقص. تعالي والله ما بعرف. تعالي تعالي بس. تسيبي نفسك ليا خالص.
خليني انا اللي احركك. ايوه سيبي جسمك على راحته. قربي اكتر. ايه رايك؟ حلو. مش قلت لك انه سهل؟ قربي اكتر اكتر. تعرف يا مدحت انا زعلانه قوي على الايام اللي راحت. بس حسين بيحبك قوي. اخطى عليك ما تفوقنيش. امال امال اتجوزتي ليه؟ ما اعرفش. ده ليه يقدم لك شهاداته بتاعت زمان اللي كان بيطلع فيها الاول. الو. ايوه حسين. اهلا. ازيك يا حسين؟ شفتها امبارح. ايوه في الحقيقة يا حسين أنا تعبت معاها أوي. لسه مزرجنة. لكن أنا بحاول معاها طبعا. لا 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 في أمل طبعا. أنا هبقى أتصل بيك. مع السلامة. وبعدين معاك يا زينة. الراجل هيتجنن. وبعدين معاك أنت يا مدحت. عاوزني أمشي؟ وده معقول؟ ده أنت كنت وحشاني أوي. وكنت ناوي أتصل. ما تصورش قد ايه انا اتضايقت دلوقتي. انا كنت جايه كويسه. ولا تزعلي نفسك يا ستي. خلاص انا هجيب لك حاجه تشربيها تروق دمك خالص. لا ميرسي يا مدحت مش عايزه اشرب حاجه. لا معلش عشان خاطري انا. انا اصلي كنت قريبه من هنا. قلت افوت اشوفك عامل ايه. يا ميرفت هي اللي عامله الديكور ده كله؟ ايوه. في الحقيقه ميرفت دي بنت ممتازه. انا مش عارف ليه ما خليتوهاش تعمل لكم ديكورات الشقه بتاعتكم. هو الديكور ده مش عايز فلوس؟ معاكي حق. في صحتك. ادخل. احنا ماشيين يا مدحت في اي خدمه؟ لا متشكر يا صفحتك. بس لو سمحت بكره الصبح بدري علشان تخلصوا لي الصاله. انا خايفه اكون معطلك على شغل. لا ابدا. انا كنت هقوم انام شويه قبل ما تيجي على طول. انت بتنام هنا؟ ساعات لما بيكون في عندي شغل بعد الظهر. اصل ميرفت ما نسيتش حاجه خالص. الظاهر عليك معجب بميرفت قوي. تفتكري؟ امال ايه الحكايه؟ كل حاجه ميرفت ميرفت. ميرفت دي عيله صغيره قوي. انا ما يعجبنيش النوع ده. امال ايه النوع اللي يعجبك؟